عايزين نعرف في البدايه ايه رايك في المنتخب، في لعب المنتخب المصري، ورايك في التشكيل؟ بدايه احب الحمد لله اشكر ربنا على البوينت اللي احنا خدناها. طبعا الشوط الاول كان وحش جدا، كنا سايقين مش عارفين نمسك كوره، مفيش نص ملعب. الشوط الثاني نوعا ما اتعدل الموضوع ده وانعكس على الاداء، والحمد لله جت ضربه الجزاء وسجلنا هدف الحمد لله، وان شاء الله ماتش الاردن يبقى سهل ونعدي ان شاء الله للنص النهائي كمان. طيب التشكيله كان ناقص، المفروض كان، انا مش عارف ليه ما بداش بزيزو وليه ما بداش باحمد رفعت، يعني في شويه حاجات كده، هو ممكن يكون ليه وجهات نظر الراجل الفنيه، ولكن يعني باين في الاداء في الملعب مفيش ترابط بين اللعيبه اللي هو بدا بيها. فبتهيالي ان هو لو كان حط زيزو في الاول ورفعت كبدايه كان هيبقى افضل بكتير. المنتخب في الشوط الاول بدا بدايه ما كانتش هي المتوقعه، كان في حاله لخبطه وتخبط ما بين اللعيبه، ما كانش في كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض. كمان طريقه اللعب ما كانتش ايجابيه جدا، وكان في مساحات كتيره ما بين اللعيبه وبعضها، فده اثر وكان في كتير من الناس باص. بس في الشوط الثاني قدروا يعدلوا من الموضوع، وسحب راس حربه من الهجوم ونزل لعيبه الاطراف عشان تدي انتشار في الملعب اكتر، وكانت لعيبه اقرب لبعض، وكان ده واضح جدا ان اداء منتخب مصر كان مسيطر في الشوط الثاني في معظم الفترات، وكان الاخطر وكان الاقرب للتهديف في كل الاوقات. طيب وايه رايك في التشكيله؟ والله التشكيله دي بترجع للمدرب، لان ممكن احنا في حاجات ما نعرفهاش، ممكن في لعيبه مش جاهزه خايف، واحنا كده كده عايزين نلعب على بطوله ما بنلعبش على ماتش، فممكن كان بيريح لعيبه لبقيه الادوار الثانيه، واحنا الحمد لله كنا متاهلين من قبل الماتش، بس بنحاول نطلع اول ما بنجمعه، والحمد لله عملنا الهدف ده وحققناه وطلعنا اول ما بنجمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الحمد لله لعبنا النهارده حلو جدا. الشوط الاول كان فيه شويه حاجات واخطاء، كان فيه شويه غلطات، جون برضه جه يعني زي ما بنقول حظ، بس الكوره في الاول في الاخر جوان. بنلعب ضد منتخب كبير، منتخب ده ليه لعيبته وليه مركزه في افريقيا، قدرنا ان احنا نلعب ونجرب ماتش. الشوط الثاني الحمد لله جبنا جون، وكان فيه فرص ثانيه وكنا ماسكين كوره اكتر من الشوط الثاني. التشكيله كان في بعض برضه حاجات للمدرب، بس هو في الاخر المدرب هو اللي عارف مين اللي ما ينزلش. كان ناقص زيزو، وبرضه كان في رفعت لعب ماتش كبير الماتش اللي فات، جاب جول من احسن جول البطوله، بس الحمد لله وان شاء الله صعدنا ونقابل الاردن ويكون ماتش سهل وان شاء الله الكاس لينا. والله تشكيله الفريق صراحه كانت جميله رائعه، بس كان في تردد في الشوط الاول بين اللعيبه. الهجمات كانت فيه هجمات، بس يعني في تردد، في خوف، في قلق من الخصم الثاني منتخب الجزائر. طبعا منتخب رائع لا غنى عليه، والمنتخب المصري برضه منتخب اروع، بس الشوط الثاني صراحه يعني على المقوله كلام ثاني، يعني المنتخب المصري لعب وابدع وارهب، والجزائر نفس الكلام. الف مبروك لمصر حبيب قلبي، حبيب قلبي، وبس نتمنى التوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله في قادم المباريات.